مباشرة ينضم إلي دكتور خالد معالي الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ دكتور خالد أهلا بك. بداية، هل الأمر مرتبط بات واضحا بمصير نتنياهو واستمرارية الحرب هي في سبيل ذلك؟ نعم، يعني هو واضح جدا بعد 127 يوم من العدوان المتواصل أن نتنياهو لم يستطع أن يحقق إنجازات تذكر، وبالتالي لأن الإخفاقات المتتالية له هذا دفعته إلى أن يمضي قدما في الحرب، لأنها تطيل في الأمد استلامه للحكومة. وبالتالي يعني هو واضح جدا أن كلما امتدت الحرب امتد زمن استلامه للحكم، وبالتالي باتت معادلة واضحة للجميع والكل يعرفها، وأيضا الجمهور الداخلي في كيان الاحتلال يعرفها وباتوا يعايرونه بها يعني هذه القضية. وبالتالي أصبح وضع نتنياهو مأزوم جدا، وهذه الـ يعني الوضع الخانق يعني له قد يدفعه حقيقة لدخول رفح من أجل إذا صح له الأمر نعم. أن تتحول الحرب إلى إقليمية، لأن دخول رفح قد يتبعه كسر عظم بينه وبين المقاومة، وبالتالي هذا يستدعي دخول حزب الله وتصبح إقليمية. وبالضبط هذا ما يريد نتنياهو، كي تتدخل أمريكا والغرب ويشيلوا عنه يعني عبء كبير في هذه الحرب، وبالتالي يستطيع أيضا أن يستمر في إدارته للأمور. وهذا هي يعني خطة نتنياهو واضحة، لكن هل هذا يعني سيمضي فيه قدما بأريحية؟ طبعا لا، لأن الوضع الداخلي خانق، صمود المقاومة أسطوري، الغرب أيضا باتت يعني خسارته بالمليارات بسبب هذه الحرب. وبالتالي هناك جملة من العوامل ضاغطة كبيرة على نتنياهو في تصور أنه لن يستطيع تحملها، وبالتالي يعني قد لا يذهب إلى دخول رفح، وبالتالي قبل الدخول إلى رفح بشكل كبير جدا ويعني معركة حاسمة أن يتراجع، وبالتالي تعقد صفقة. هذا احتمال وارد، وأيضا احتمال دخول رفح وارد، لكن يعني الاحتمالات جميعها يعني رائجة وموجودة، ولا صعب أن يعني تعطي احتمال أكثر من آخر. لكن المؤكد أن كل العوامل ضاغطة على نتنياهو بكل الصعود وبكل الظروف. نعم، لكن ما الذي يريد أن يحققه نتنياهو وحنا نتحدث في اليوم 27 بعد 100، وكل الأهداف الظاهرية التي وضعها لم يحقق منها أي شيء إذا كانت هي الأهداف ذاتها؟ نعم، يعني هذا السؤال يتردد على جميع الفضائيات والإذاعات، بما أن نتنياهو طوال 127 يوم لم يحقق شيء، إذن ما الذي يريده ولا أين يذهب؟ هو حقيقة واضح الذي يريده هو أن يبقى على سدة الحكم لأطول فترة ممكنة. كيف يتم تحقيق ذلك؟ يتم تحقيق ذلك بإطالة الحرب. بالتالي إطالة الحرب يتطلب خسائر أكبر لجيش الاحتلال، خسائر أكبر للغرب، تشرذم في الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال، استنزاف متواصل للجيش. أيضا هناك يعني هناك قضية أخرى، ألا وهو يعني البارحة يعني تصنيف الائتماني لكيان الاحتلال تراجع علامة واحدة، وبالتالي يعني هذا لم يحدث منذ نشأة كيان الاحتلال. بالتالي هناك خسائر اقتصادية رهيبة جدا لحقت بكيان الاحتلال، بمعنى أن كل الأمور ضاغطة على نتنياهو، لا يوجد أي ورقة يلعب بها غير سوى إطالة الحرب واستنزاف الحاضنة الشعبية للمقاومة. وإلا كيف نفسر تركيز جيش الاحتلال على المستشفيات والمربعات السكنية والمدارس والأطفال والنساء؟ هذا التركيز مدروس من قبل نتنياهو وجالانت، هم يريدوا أن يضغطوا على الحاضنة كي تضغط الحاضنة على المقاومة ويقولوا لها كفى، يعني تحملنا ما لا نقدر عليه، وبالتالي يستطيع نتنياهو أن يخرج بصورة نصر أمام جمهوره. هكذا هم يعتقدون وهكذا خططوا، لكن لأن 127 يوم لم نرى هذه الحاضنة الشعبية تتفكك حول المقاومة، على العكس رأيناهم بالأبس مثلا يقيمون صلاة الجمعة بالآلاف في جباليا في قلب غزة، في قلب المنطقة التي قال جيش الاحتلال أكثر من مرة أنه حررها أو أنه قضى على المقاومة فيها. وبالتالي يعني حقيقة نتنياهو يتبع أسلوب جوزيف كومبليز، يعني وزير الدعاية في زمن هتلر في الحرب العالمية الثانية،
الذي كان قاعدتها الأساسية اجذب ثم اجذب حتى يصدقك الآخرون. وبالتالي حقيقة نتنياهو يستخدم نفس الأسلوب ليجذب في تصريحاته، يخرج للجمهور ويقول أننا سننتصر ولنقبل أقل من نصر حاسم ونصير نحو النصر. أين هو النصر؟ لا يوجد، هو فقط يخادع يجذب ثم يجذب. والآن يعني حتى لو دخل رفح وسيطر عليها ما الذي سيحققه؟ لا شيء، لأن حقيقة المقاومة تستنزف جيشه في الشمال وفي الوسط، هم أشبعون دعاية وهم يقولون خان يونس مركز المقاومة وكل القيادات فيها والأسرى الإسرائيليين حتى فيها، كذب ثبت هذا يعني كله كذب في كذب، والآن طلعوا بدعاية رفح. وبالتالي يعني حقيقة دعايات الاحتلال كاذبة، المقاومة تعرف أنها كاذبة، الشعب في غزة يعرف أنها كاذبة، الشعب الفلسطيني في الضفة يعرف أنهم يكذبون. وبالتالي يعني لا تنطلي هذه الأكاذيب على الشعب الفلسطيني، وأيضا باتت لا تنطلي على الجبهة الداخلية. رأينا استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع نتنياهو بشكل كبير وتقدم لجان وأيضا تقدم للأبيد. وبالتالي لو كان منتصرا كان سيتراجع، على العكس كان سيكفز بالاستطلاعات إلى أرقام يعني جيدة له ولحزبه الليكود. لكن الآن الليكود يخسر، نتنياهو يخسر، لا جديد في الحرب بالنسبة لهم في غزة من ناحية انتصار أو صورة انتصار، على العكس لم يستطيعوا تحرير لا ضابط ولا جندي واحد. وبالتالي نتنياهو فقط هو يلعب بورقة الحاضنة الشعبية، يستنزفها في الضفة يضربها بقوة، ويلعب على ورقة إطالة الحرب، ويلعب على وطن البروباغاندا والحرب النفسية المدروسة والإعلامية على الجميع، كي يعني يستخدم كل ما أوتي من قوة مكر ودهاء في السياسة ولف ودوران من أجل أن يطيل عمر حكومته ويوحي للجميع أنه منتصر، مع أن الكل يعلم أنه لن يستطيع. لكن هل هناك رؤية في هذه الحرب، أم هو فقط الدمار والجرائم التي ترتكب في الداخل الإسرائيلي؟ هل ينظرون إلى أن نتنياهو يصير ضمن رؤية وضمن كما يتحدث ويشيع بأن هذه الحرب سوف يكون الانتصار في غضون أشهر كما قال؟ هو يستطيع أن يصرح كما يريد ويدعي النصر ويدعي أنه أشهر أو سنين كما يريد. هو يتلاعب بالجبهة الداخلية ويتلاعب بالألفاظ ويتلاعب في حرب البروباغندا ويشحذ لها قواعدها وأصولها الإعلامية والنفسية حسب ما يعني المدرسة الألمانية في الكذب في الحرب العالمية الثانية كما أسلفنا. ولكن هل حقيقة هذه التصريحات لها ثقل على الواقع أو مصداقية؟ طبعا الجواب لا. لماذا ليس لها مصداقية؟ لأننا من ناحية المقاومة الفلسطينية تعرف أنه يكذب، وكل بيانات المقاومة تشير إلى كذبه وتوثق أكاذيبه بالصوت والصورة، ومن ناحية استنزاف الجيش وعدم تحقيق أي من أهدافه الكبرى. الآن هل تنطلي هذه الدعاية على الجبهة الداخلية؟ لو كانت تنطلي لرأينا استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم لكنه يتراجع. الآن هل تنطلي على الغرب؟ طبعا لا. الآن رأينا تناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية بايدن وكيان الاحتلال في الحرب أو أمد الحرب أو دخول رفح أو التصعيد أكثر، لأن أمريكا حقيقة لديها مصالح الاستراتيجية ضد الصين. الخطر الصيني يمتد عبر العالم وتبتلع العالم اقتصاديا، وأمريكا تدرك هذا الخطر وبالتالي تريد أن تتفرغ له. الآن إذا انشغلت أمريكا بجبهة إقليمية مع العرب والمسلمين واستنزفتها وتم استنزاف الخزينة الأمريكية أو الغرب بشكل، هذا ليس في صالح الغرب وأمريكا. بالتالي هم ليس أغبياء لهذه الدرجة حتى يدعوا واحد مثل نتنياهو ككيان صغير هم صنعوه وأوجدوه في القلب العربي والإسلامي أن يتلاعب بمصالحهم الاستراتيجية. ولذلك سنرى أمريكا تضغط من تحت الطاولة بشكل كبير على نتنياهو كي يقبل بصفقة الأسرى كما طالبتها المقاومة، لكن قد تنجح أمريكا التخفيف من بعض مطالب المقاومة، هذا وارد يعني ممكن أن يحصل من أجل يعني أن يقولوا يعني تنازلوا من هنا ومن هنا حتى نستطيع أن نعقد هدنة واتفاق دائم لوقف النار، هذا وارد لأن أمريكا تريد ذلك ومصالحها تتعرض للخطر وخسائر أكثر، وأيضا لا تسمح لنتنياهو أن يحدد سياستها ومصالحها. وبالتالي ستضغط على نتنياهو وتقول له أعطيناك 5 أشهر 127 يوم أو أكثر، قد تستمر بعد أيام، وبالتالي كفى لم تحقق أي نتيجة، وبالتالي عليك التوقف، والآن حان وقت رحيلك، ليس برضاه بل بضغوط أمريكية قوية جدا، وأيضا ضغط داخلي، أيضا دخل الصمود الأسطوري
يعني ضغط الصمود السوري في غزة فاجأ الجميع، وبالتالي هذا ضغط كبير على نتنياهو أيضا. شكرا لك دكتور خالد معالي المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.